حرف القاف كما قلنا قبل قليل هو في الواقع من أثقل الحروف في اللغة العربية. أنتوا لاحظوا أصلاً الشعوب الأخرى يصعب عليها نطق حرف القاف، ينطقها كاف أو قاف هكذا. لماذا؟ يعني مثلا الآن الإنجليزي يقول له تعال قول قاف، صعب عليه، صعب. مثلا قل له انطق كلمة قلوب، شو يقول؟ يقول قلوب هكذا، لأن القاف مخرج القاف في آخر الحلق وتستنفر كل طاقة الحلق حتى تنطق هذا الحرف. قال ق، فالحرف ثقيل، الحرف جدا ثقيل. كلما كثر استخدام هذا الحرف في كلمة أو في عبارة كلما تعقدت تلك العبارة أكثر وزادت صعوبتها وشدتها في النطق وفي السماع على السواء. هذا أمر ملموس ومعروف. لكن العجيب في القرآن الحكيم، وكل القرآن أعجوبة، العجيب أنك تجد هذا الحرف مستخدما في بعض الآيات أكثر من 10 مرات، ومع هذا لا تستشعر أي ثقل في تلك الآية، لا تستشعر الثقل، بل تجدها أيضا خفيفة على سمعك وسلسة في نطقك. مثلا عندنا آية تجد فيها حرف القاف مكررا 10 مرات، ولكن مع هذا لا تستشعر ثقلا ولا شدة. هنا لاحظ قوله تبارك وتعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. 11 مرة في هذه الآية حرف القاف. مع ذلك هل تجد من نفسك استثقالا حين تنطق هذه الآية أو حين تسمعها؟ لا. لماذا؟ لأن ترتيب هذه الحروف مع الكلمات جاء بحيثية ما كسرت الشدة وكسرت هذا الثقل. الله أدخل في هذه الآية لامات كثيرة وميمات كذلك وباءات، وهذه حروف مخرجها بقرب الشفتين، وهي حروف ماذا؟ خفيفة، فكسرت شدة الحروف أو حرف القاف الذي يأتي من آخر الحلق وهو حرف ثقيل وشديد، صار هنالك توازن. وترتبت هذه الحروف وهذه الكلمات في آية واحدة بحيثية عجيبة لا تجعلك تستشعر فيها أي ثقل أو شدة. شيء غريب. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. هذه الصنعة العجيبة في النظم القرآني لا تجد لها مثيلا في كلام العرب على الإطلاق منذ ذلك الحين إلى يومنا هذا. يعني أي شخص إذا حاول أن يكثر من استخدام حرف القاف
في عبارة ما كهذه بهذا القصر دون أن يختل أن تختل السلاسة في النطق وفي السمع لا يتمكن إلا هنا. هذه الآية فيها 11 قافا، 11 قافا في هذه الآية فقط. في آية أخرى نجد أيضا 10 قافات في الآية الأخرى، وهي قوله تبارك وتعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. 10 قافات في هذه الآية الكريمة، ومع ذا لا تستشعر أي ثقل هنا، لا تستثقل لا النطق ولا السمع. لماذا؟ لدخول لامات وباءات في هذه الآية، وهي حروف خفيفة كسرت تلك الحروف الثقيلة وجعلت العبارة من حيث المجموع بين الرخاوة والشدة، فحافظت على هذه السلاسة وعلى هذا الخط البياني النطقي في القرآن الحكيم.